تتكلم على هذا المدرب، تتكلم على القدم محمد صلاح اكيد موسم ثالث على التوالي، فالانجاز الذي قام به محمد صلاح لغايه الان ليس سهل. يمكن كان اتكلم عن لاعب حقق انجاز وهدف دوري سهل اتكلم، لكن تحقيقه على ارض الواقع يتطلب جهد من هذا اللاعب على المستوى الذهني ومستوى البدني ومستوى الفني. كنا جائزه اكثر من صنع الاهداف صحيح في البريمير ليج ذهبت لصلاح، وأيضا هداف الدوري، يعني أكثر من سجل أكثر من صنع في البريمير ليج، جائزة خاصة كبيرة لمحمد صلاح إنجاز جديد. وأنا بقول إن جائزة أحسن لاعب اتسرقت منه مع احترام لدي برويني. دي برويني موهبة كبيرة ولعب كبير، إنما أنت بتدي جائزة طوال الموسم، دي برويني فقط لا غير نص موسم. بس أنت تكون هداف وأكثر من يصنع أهداف في البريمير ليج ليس بالأمر السهل. وقال حوالي ب 250 دقيقة من سن في اللعب، ولعب بطولتين مجمعتين، لعب ماتشات، لعب بكأس الأمم من الأفريقية وصيف في الفترة الأخيرة، فموسم استثنائي. دي ثالث مرة إنه ياخد لقب هداف متساوي مع هاري كين.